تداعيات تكرار نقل سفارات الأمريكية إلى القدس أخذت بتصاعد في العراق عبر عن رفضه رسمي لهذه الخطوة، في الوقت الذي دعا زعيم تيار الصدر مقتدى صدر إلى اجتماع طارئ لفصائل المقاومة العراقية لتدارس رد على فرار قرار الأمريكي. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد تحسين طه. اجتماع طارئ لفصائل المقاومة العراقية المسلحة، هذا ما دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل التي هدد الصدر بالوصول إليها عبر سوريا إذا ما لم تتراجع واشنطن عن هذا القرار. أريد أذكر إسرائيل، أخاف ناسية، نقدر نوصل لحدودها عن طريق سوريا، فلتحذر يكون أفضل إلها. في المقابل فصائل المقاومة العراقية أكدت بأنها ستلبي دعوة الصدر قريبا للتباحث بشأن الخروج بموقف موحد أزاء القضية الفلسطينية. مواقف فصائل المقاومة ستستمر وستترجم بشكل أفعال الأقوال، وبالتأكيد سنتخذ خطوات أخرى. هنالك دعوات لاجتماع طارئ لفصائل المقاومة، وأعتقد أنه سيتم هذا الاجتماع خلال الأيام القليلة القادمة وسيعلن عنه بشكل واضح، ونتوقع أن تكون خطوات أخرى أيضا. هذه الخطوة قوبلت بترحيب الأوساط الشعبية والسياسية بالتزامن مع استدعاء السفير الأمريكي في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية هذا القرار الذي عبرت حكومة بغداد عن رفضه رسميا، مواقف وصفها السفير الفلسطيني في بغداد بالمهمة. أعتقد أنه بالعراق يعني خرجت الأمور من نطاق فقط إصدار البيانات والاستنكار وتحديد الموقف إلى أنه بعض القوى المناضلة أعلنت استعدادها للذهاب والقتال إلى فلسطين. ورفض اجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخرا مقترح العراق الذي يتضمن اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية جماعية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعاصمة دولته القدس الشريفة، في الوقت الذي أعلن تحفظه على القرار العربي الذي وصفه بالضعيف. وبحسب مراقبين فإن الموقف العراقي هو الأبرز عربيا من قضية القدس حتى الآن، كونه جاء منسجم وموحد على المستويات السياسية والشعبية والدينية، وقد يتصاعد في الأيام المقبلة من أجل أن يحفز دول المنطقة على موقف موحد وحاسم من الخطوة الأمريكية. تحسين طه، قناة CGTN العربية، بغداد.